نوجه رسالة لكل مواطن ديواني وكل مواطن عراقي، الوقاية خير من العلاج، وأفضل شيء البقاء أو خليك بالبيت على قولة الإعلان مالكم، بس هو البقاء في البيت أو البقاء لله أو للبقاء لله، وإن شاء الله البقاء بالبيت لضمان تواجدكم. هذه كانت نصيحة وتوعية من قبل خلية الأزمة، وربما تشير إلى أننا حتى الآن لا نتمتع بواقع صحي يستطيع تدارك الأزمات الصحية. خلية تعمل بما متوفر وحسب إمكاناتها لعدم وجود أي تخصيص مالي له من حكومة بغداد. إحنا الحكومة المركزية ممكن اليوم حتى نحكيها بالمكشوف تمر بأزمة، أزمة قرار، لأنه حكومة تصريف أعمال. وأحد من الأزمة المهمة أنه أزمة القرار المالي، عدم قرار الموازنة وعدم التصرف بالمال العام، اللي حد من أنه يكون هناك مساعدات للمحافظات لغرض تصدي لهذه الأزمة. نحن نشتغل بمواردنا الذاتية أبداً، موارد ذاتية فقط نعمل بها. مفردات البطاقة التومانية، وبالتأكيد ممثلي الديوانية في مجلس النواب العراقي، أكدت بأن وزارة التجارة ستحاول إيصال تلك المفردات إلى المواطن بعيدا عن أي تجمعات في الظرف الوقائي الراهن. البطاقة التموينية، وزارة التجارة قبل يومين أصدرت قرار بإيصال البطاقة التموينية ومفردات البطاقة التموينية إلى دار المواطن حتى لا يكون هناك تجمعات. هاي نقطة ثانية. النقطة الثانية، خاطبنا وزارة العمل لأكثر مرة أن أصحاب الغير موجود لديهم دخل أو أصحاب الدخل المحدود يجب وزارة العمل باعتبار يعني إحصائية وعندها بيانات. الجانب الصحي أكد توفيره أماكن متعددة وحسب مواصفات معينة مهمة لاستيعاب الحالات المشتبه بها، لكن لا يتم الإعلان عنها محاولة لتجنب رفض الناس لها. تهيئة الأماكن البديلة لأسوأ احتمالات. إحنا سأربع حالات قد يكون لا سمح الله الصحة العامة، نحن نشتغل للأسوأ لا سمح الله. الأسوأ ممكن أن نزيد عد الحالات، وما أنتظر إلى أن نزيد الحالات. عندنا خطة أليف، عندنا خطة باء جيم دال، ما نعلن عنها. ليش يعني ما نعلن عنها؟ لأن الناس إحنا مجرد فكرنا نسوي ومكان للاشتباه حاليا دا يقول مظاهرات، اللي تطلع مظاهرات زين. احنا اذا اني مثلا اعتمد، احنا لا محتكرين القرار، احنا لا خلية ازمة محتكرة القرار ولا مدير عام محتكر القرار، لجنة فنية متخصصة. اما نخلي ثقتنا بهذه اللجنة الفنية او بعدين تخرج الامور عن السيطرة اذا تنترك يعني مزاجية. قيادة الشرطة الديوانية تؤكد أن حركة المواطن في الأزقة والأحياء هو فقط لأجل التبضع، والدليل أن الأماكن الخالية من وجود السلع لا نجد فيها أي تواجد للناس. الحركة ما المواطن بالأزقة هي فقط لأغراض التبضع. عندكم معلومات، أغلبتكم جاي يفتر بالمحافظة يشوف المكانات اللي ما بيها تبضع هي خالية من المواطنين. الحد اليوم احنا اعتقد هم أشخاص عرفتوا قننا هذا الحركة للنص، أيضا بتوجيه من خلية الأزمة. حاليا الأمور تقريبا يعني في المحافظة مستقرة ومسيطر عليها إلى أبعد الحدود. ولعل الديوانية اليوم تعيش بارقة أمل بشفاء حالة الشابة سارة التي تماثلت للشفاء بفضل إرادتها وجهود الطاقم الصحي، وهذا يتطلب جهدا مضاعفا وتكاتفا من أجل الجميع. من الديوانية محمد حسن، قناة التغييرات.